لا، إن كان هناك مواقف مثلا أثرت عليك دكتور، مثلا غيرت مسارك، كانت مزعجة بالنسبة لك في دراستك، تستحضر منها شيء معين؟ يعني يمكن بعد البكالوريوس لما أردت أن أسجل الماجستير حولني على عميد الكلية على أحد الأساتذة وحضر حديثا للرياض، ومن تسجل على الرسالة، للتسجيل الرسالة من جامعة من أحد الدول العربية، لا أريد حتى لا لا لا, لا أجرح أو لا يفهم على أنه نقصا في هذا البلد. لما جيت أحدثه قال يا بني ماني فاضي لك، أنا عندي خذ موعد، أستاذ جالس خذ موعد مني وبعدين أجي وأنا أخذ علاجات، وأنا يعني في شوي من العنجهية. فجيت لمر مرة ثانية لقيت في شيء من التعلم وأنا أرجع العميد الكلية، قلت ما أبي إعادة ولا أبي وظيفة سلامتكم ولا أبي ماجستير سنت تحولن على فلان. قال وش أنت وش اللي صاير؟ قلت صارت كذا وكذا، الشيخ محمد عرفه الله يحفظه. فأمسك وترته وبدأ يضحك بدأ يضحك، قال لا أرجع له. أثروا استدعاه وكلمه. يوم جيت مرة ثانية لهذا الأستاذ، أعتبره أستاذي الحقيقة، بسجل معه، فقام يبوس رأسي. قلت له رحب بك، ما يبي يبوس رأسي. قلت له ما تبوس رأسي، أنت أستاذي، أنا أبوس يدك ورأسك. قال يا ابني أنا لسه جاي وما عرفت أنه أنتم النظام عندكم عندكم كذا، وحنا متعودين والله الله لا يأخذنا نضغط على طلابنا ونهينهم وكذا، وأنا جاي بهالعقلية، اختلف الوضع معك. قلت له لا، إحنا عقليتنا نختلف، ولمعلوميتك أنا هددت بتقديم استقالتي والانسحاب من الكلية وكذا. فاعتذر اعتذار شديد، ومع ذلك اعتذرت منه وذهبت لمشرف آخر وكان يدرك هذا الأمر، ولكن أيضا كان قوي علميا، أستاذ الدكتور عبد الحليم عويس رحمة الله عليه، وكان يعني يأخذ هو المشرف البديل، هو المشرف البديل، لكن ما كان فيه نوع من التعفف أو التكبر يرحب. السابق، وأصبحت صداقة مع أستاذي الأول الذي ذهبت إلى غيره بعد ذلك.